Assalamualaikum warahmatullahi. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزان ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أوان فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتفقها هنا أسماؤنا نمضي وتفقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى توقف بي بل أسنوأ بالإصرار المرتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتفقى هنا أعمالنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتفقى هنا آثارنا جزاك الله خير.